منذ عقود والدولة التركية ترتكب مجازر بحق شعوب المنطقة من كرد وعرب ومسيحيين وسط صمت دولي وأقليمي، والمنظمات التي تدعى بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان تغض النظر عن جرائم الدولة التركية بحجة أمنها القومي وهجماتها الأخيرة على باشور كردستان في برادس وخافور وقرى هولير، ما هي إلا لإخفاء هزائمها العسكرية والسياسية في الانتخابات. وهجماتها الأخيرة أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وجرح 5 من عائلة واحدة، وإن الصمت الحكومة المركزية في العراق وبعض الأحزاب في باشور كردستان عن هذه الجرائم والانتهاكات ما هي إلا تواطؤ ومشاركة في سفك الدم الكردي ودماء شعوب المنطقة، وعدم قدرة هذه الحكومات على حماية مواطنيها وسيادة أراضيها. حتى حكومة العراق وحكومة الأقليم لم تندد بهذه الهجمات، بل وصلت حتى حد التبرير لهذه الهجمات. نحن كمجلس ناحية ديريك بكافة مؤسساتها ندين بشدة هذه الهجمات والانتهاكات، ولذا نطالب كافة المنظمات الإنسانية لحقوق الإنسان بالتدخل لوقف هذه الهجمات والانتهاكات بحق كافة شعوب المنطقة، لتعلم الدولة التركية إننا أصحاب حق وأرض، ولن تؤثر هذه الهجمات البربرية على إرادتنا، وسنقاوم كافة أشكال الاضطهاد ونقف مع قواتنا أينما وجدت. مجلس ناحية ديريك تاريخ 29/6/2019. المقاومة حياة. يعيش القائد آبو، يعيش القائد آبو، يعيش القائد آبو. ترفع دانا كيريلا إيجي ترفع.